يا سيدي العزيز، كل التجارب تلغي دروس على الشعوب. نعم الشعب السوداني هو شعب ملهم، وفي ذات الوقت هو شعب يستلهم عبر التاريخ، ويستلهم دروس التاريخ، ويسخرها في تجاربه التي يلحظها أي مراغب بأن خطها البياني صاعد. يعني سابقا بعد أكتوبر 64 لم يكن هناك مقاومة، يعني بعد ثورة أكتوبر للحكم التقليدي الذي تسيد الحكم سر الختم خليفة في 65 وهكذا، وبعد انتفاضة أبريل 85 كذلك، الشعب لم يسير خلف شعاراته إلى نقاط أبعد. بعد ثوار الذهب، وقبل فترة ثوار الذهب كانت هناك شعارات تسقط مرتكزات مايو، لكن الدهاء السياسي الذي مارسه أعضاء الجبهة الإسلامية القومية عبر الواجهات الإسلامية المعروفة استطاعوا أن يطلوا حيلهم على الشعب السوداني حتى وصلوا إلى انقلاب 30 يونيو 89.